السلام عليكم. تم مؤخرا توقيع على اتفاقية رعاية بين فريق مولودية الجزائر والشركة العملاقة الصينية هايسنس اللي معروفة يعني، والاتفاق هذا ينص على تمويل فريق مولودية الجزائر من طرف هذه الشركة اللي سوف يعني تمد حوالي 40 مليار سنتيم سنويا لهذا الفريق، وكذلك سوف تستغل شركة هايسنس تكون عندها الاسكليزيفيتي يعني الأسباقية في استعمال ملعب دويرة لتستعمل اللافتات الإشهارية تاعها في الملعب، وكذلك سوف تمول المركز تاع التدريبات الجديد لرقيد الإنشاء في بلدية سطاولي اللي سوف تموله جزئيا وتستغله كذلك بموجب اتفاقية نتاع رعاية سبونسورينغ ما بين فريق إذن مولودية الجزائر والشركة العملاقة الصينية هايسنس اللي معروفة في ميدان المعلوماتية ويعني على مستوى العالمي. ومن جهة أخرى في اتفاقية شبه نهائية ما زالت تمضى بعد بين فريق مولودية الجزائر وشركة أديداس كذلك للرعاية ولتوفير الألبسة الرياضية وكل ما المرافق الرياضية لفريق مولودية الجزائر. السؤال المطروح هو لماذا نحن نلاحظ أنه فيه فريق واحد يعني يحظى بهذا كل هذه الرعاية منذ يعني عقود، يحظى بكل هذه الرعاية من طرف أكبر شركة وطنية وهي شركة سوناطراك، وبعد ذلك تأتي شركات عالمية كذلك لترعى الفريق تاع مولودية الجزائر، والفرق الأخرى عبر الوطن لا تجد هذه الرعاية. يعني شيء يعني السؤال يبقى مطروح، ماذا بينا احنا الفرق الكبيرة اللي تمد ومدت للتاريخ الجزائري ومدت للسمعة الجزائرية كفريق يعني اتحاد فريق وفاق سطيف او فريق شبيبة القبائل او فريق اتحاد الجزائر او فرق كبيرة يعني اللي اعطت نتائج يعني معروفة على الصعيد الافريقي، لماذا لا تحظى بنفس الرعاية؟ السؤال يبقى مطروح ونترك لكم الأجوبة عبر التعليقات، وان شاء الله تكون الفرق الاخرى تنشط وتنشط وتنشط يعني لجلب السبونسورينغ وجلب الممولين ولل يعني تطوير الفرق الصغرى نتاعها، وان شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم.